شكرا. هذا نموذج لعمل مصغر مثل ما تشوفون ستاند وعليه لوحة. طبعا هاي اللوحة أنا راسمها وتفاصيل وهاي كلها عمل. أوكي. كل واحد يشوف هاي المصغرات أول انطباع يصير إله والله محمد هاي شلون تسويهن؟ زين أوكي ليش تسويهن؟ خلي أسولف لكم بالبداية عن طفولتي. هذا أني زين. من كنت صغير كان عندي فصلطة حمراء هاي زين بيها تنفيسات وشواكيت وهاي هاي كانت ونستي ونستي التفاصيل من أقعد أصفطها وهاي أوكي يوميا مسوي لها سبيل البيئة جيبوا لي برغي أريد برغي جديدة تكثر غراضي. دخلت الابتدائية طبعا مساعدة أمي وأبويا بلشت اسوي اول الاعمال ويوميا مودي عمل للمدرسه وياي. بعدين بدا الموضوع يتطور دخلت المتوسطه. هنا شوي تغير الموضوع لانه لقيت في شيء هو هذا اللي دائما كنت اسويه. لقيت صوره على الانترنت لعمل مصغر. واخيرا لقيت اللي اريده وانا زين. لقيت اللي انا اريد اسويه من البدايه انه بس المشكله زين يعني هنا انا بديت اكبر مشكله عندي مع انه كانت كلش ممتعه انه هذا شنو زين شلون يسووه زين ليش شنو فكرته. بديت ابحث ومن البدايه قررت قلت اوكي يعني انه هي مو مشكله انه انا ما اعرفها شلون يسووها لا المشكله انه لازم انا اتعلم لازم اكون مصمم مصغرات لان هذا الشيء انا اريده خلاص. فبديت اعتمد على مبدا علم نفسك بنفسك. بديت اسوي تجارب وبديت اجرب شنو الادوات والمواد اللي انا احتاجها حتى ادخلها بهذا العمل حتى اقدر اسوي هذا الشيء اللي انا اريده. بديت بالمحيط مادي شنو ممكن الاشياء اللي القاها بالمحيط مادي ادخلها. مثل ما تشوفون هذا جبل وهاي طبعا هاي شغلات موجودة عندنا كليتنا. هذا الجبل هو من عبارة عن ورق عفص جبت كنينس حطيته بصمغ زين ورتبته وفوقه الوان وهاي الطاني. هذا اول عمل لي كان تقريبا سنة 2011. بديت اشتغل وراها. كليتنا نعرف السيليفون كليتنا نعرف الصولدر اللي هو هذا مال كاوية. هاي المواد جبتها ووظفتها بطريقة معينة حتى احصل على هاي التفاصيل حتى احصل على هاي يعني هاي اللي تكون بها الزرع وهاي الادوات هاي اللي تشوفوها. بعدين اكتشفت انه اكو مواد واكو تفاصيل واكو تاثيرات تنضاف للماتيريال اللي انا دا اشتغل بيه يعني اللي هو الخشب واللي هو اي ماده ثانيه زين حتى تعطيني هاي النتيجه. انا اعتمدت على نفسي من خلال التجارب اللي سويتها على الخشب ومن خلال الاشياء اللي جبتها والالوان اللي موجوده كلها عندنا واللي شايفيها بالاسواق. بديت مره ومرتين وثلاثه اجرب حتى اوصل مثل ما نشوف هاي الخشبه الاولى بعدين شنو التفاصيل والمراحل اللي تصير فيها حتى احصل على هاي الخشبه المعتقه. هنا بديت اكثر اطلع بديت اكثر اعرف حد ما عرفت فن الدايورام. اكتشفت انه هذا الفن موجود بالعالم وكوما ناس يشتغلوه اللي هو فن صناعه النماذج بشكل ثلاثي الابعاد. زين النتيجه اللي يعطيها انه يعطي عمل يحاكي الواقع من خلال التفاصيل ومن خلال الحجم اللي هو يكون الحجم مصغر انه هذا مثلا هذا المكان اني نقدر نحول الى شيء مصغر من خلال انه نصغره 30 مره او 35 مره فيعطينا شكل. طبعا هذا الكيسه الكبرى كيس زباله تفاصيله كلهم يعني حسب القياسات الحقيقيه. المفاجاه كانت انه ورا ما بحثت ورا ما دورت ورا ما هاي انه لقيت كل الطرق وكل الافكار اللي انا طبقتها بشغلي هي اصلا موجوده حتى اقدر اسوي هذا الاعمال. انه هي كل هاي الافكار اللي انا ما كنت ادري انه هاي موجوده بس من خلال التجارب اللي سويتها وصلت الى هاي النتيجه طلعت لي هاي الاعمال وهاي التفاصيل على اساس مفهوم اللي هو مفهوم الخيال والواقع
وانه شلون نحول خيالنا او الصور اللي تتكون باذهاننا الى شغلات واقعيه نقدر احنا نشوفها تثبت واقعيتها من خلال تفاصيلها اللي احنا راح نضيفها لهاي الاعمال. زين، من خلال هذا الشيء بديت افهم شنو فكره او شنو هو المعنى من خلال معنى الدايورام. شنو معنى كلمه دايوراما؟ معنى كلمه دايوراما جايه من اللوحه الفنيه اللي تصير خلف المسرح اللي هي نسميها البانوراما، والديكور والشخصيات اللي تكون متحركه او الساكنه اللي تكون المشهد، بحيث احنا كمشاهدين راح نعيش اللحظه من خلال المشهد اللي نشوفه. كنا شايفين فيلم تايتانيك اكيد، شايفين هاي السفينه من تغرب، وهاي التفاصيل هاي كلها نماذج مصغره اعتمدوا على فن الدايورام او فن صناعه النماذج حتى يطلعون او يقللون من التكاليف، انه شلون يجي يسوي سفينه كبيره، اختصر الموضوع يسوي سفينه صغيره، وبدا الموضوع يدخل بمجال السينما والخداع السينمائيه. كنا شايفين فيلم حرب النجوم ستار وورز. طبعا حرب النجوم اغلب الاشياء الخياليه اللي شفناها به هو كانت عباره عن نماذج مصغره، اللي هي عباره عن هي مصغرات الدايورام او اعمال الدايورام. دخل الدايورام ايضا كجزء من السينما، تحول الى ستوب موشن اللي هو الصور اللي تصور وبعدين تدمج في لقطه معينه حتى تعطينا حركه معينه. طبعا افلام جدا متعبه وديكوراتها ونماذجها كلها عباره عن دايورام. دخل بمجال المتاحف. احنا طبعا من كل مكان من ندخل المتحف شنو الفكره هي من عده، انه يعرض لنا تفاصيل او صور معينه حتى من خلال هاي الصور والتفاصيل نقدر نعيش او نتخيل شلون كانت الناس هناك. من خلال هاي الاعمال خلونا نعيش بالتفاصيل اللي هناك تصير، او نقدر نتخيل شلون كانت الحياه ونشوفها بعيننا من خلال عمل النماذج. طبعا ورا كل عمل او ورا كل نموذج اكو هوايه مراحل يمر بيها حتى يوصل لنا. طبعا بالبدايه لازم نعرف احنا شنو نريد نصمم، او شنو هي الفكره اللي ببالنا، او شنو القصه اللي احنا ممكن نتاثر بيها حتى نجي ونسويها. بعدين نبدا عمليه البحث، نبحث عن هاي التفاصيل، نبحث عن ابعاد هاي القياسات، نبحث عن كل هاي الامور اللي ممكن تخدم العمل بحيث يطلع بطريقه متقنه وقريبه من الواقع. تبدي وراها مرحله الرسم السكيتش، ورا مرحله الرسم نتحول الى مرحله القياسات اللي حتى تكون مضبوطه 100% المرحله الهندسيه. بعدين تجي مرحله تجميع المعدات وتجميع الادوات والمواد اللي نحتاجها حتى ندخلها بهذا العمل. وراها تبدي مرحله انه اني شنو التفاصيل اللي راح ادخلها ضمن العمل، وراح ابدي هاي التفاصيل كلها اشتغلها على حده، وبعدين شويه شويه اجمعها. طبعا راح تعطيني هاي النتيجه بالنهايه، انه يكونني هذا العمل اللي هي تكون اخر مرحله. طبعا ورا كل مرحله اكو مرحله فحص وتدقيق، بحيث انه تكون النسب الالوان والنسب القياسيه لكل عمل يعني مضبوطه 100%. هو هذا العمل بالنهايه. هذا العمل استغرق سنه حتى اسويه. كل جزء من عده ممكن حاولت مره مرتين 15 مره، كل مره كانت تاخذ مني وقت يمكن شهر اسبوع حتى اوصل لطريقه معينه، لانه هذا في الشيء حاولت اسويه بيني وبين نفسي، مع ممكن كانت اكو مساعده، بس ردت اشوف هل احنا قادرين صدق انه نصنع فن الخاص. كلنا عندنا ابداع، كلنا الفن يرافقنا من احنا وصغار، بس هي الفكره شلون انه احنا نقدر نطور هذا الشيء ونقدر نكبره ويانا حتى نكون كلنا فنانين، لانه فعلا احنا كنا فنانين. شكرا جزيلا لكم.